برضو على صديق لا لا شطور ودخية وشاعر وطموح كمان. وطموح طب أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. اسمي بلال الأرفلي وأرأس حاليا دائرة العربية ولغات الشرق الأدنى في هذه الجامعة، وأنا عضو مؤسس في الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب وفي مشروع دراسات عربية برؤى متعددة. بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن زميلي المنظمين باربرا فينكلر وكريستيان يونغي، وبالوكالة أيضا عن الجامعة الأمريكية في بيروت والأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب وجامعة مونستر ووزارة التعليم الألمانية، أرحب بكم في الجامعة الأمريكية في بيروت. أهلا وسهلا بكم في هذه المدرسة الصيفية لمشروع دراسات عربية برؤى متعددة. هذا المشروع الذي شكل مبادرة لطريقة جديدة في التدريس والبحث في مجال الدراسات العربية. فمنذ نقد إدوارد سعيد للاستشراق عام 1978 يثير علم الدراسات العربية تساؤلات حول قضايا الهوية واكتشاف الآخر، ولكن رغم وجود برامج عديدة للتعاون والتبادل ما تزال هناك فجوة كبيرة في ممارسة التدريس والبحث العلمي في مجال الدراسات العربية بين العالم العربي والغرب، وصراع طبعا حول المرجعية. لكي نردم تلك الفجوة نحتاج إلى تبادل ممنهج أو منهجي ومستدام في مجال التدريس والبحث، أي بدلا من البحث عن الآخر أو دراسة الآخر نحتاج إلى البحث مع الآخر، عندها فقط يمكن أن يحدث تغيير جوهري. ومن هنا ولدت فكرة دراسات عربية برؤى متعددة. واليوم نرحب بأكاديمي وكاتب وشاعر وناقد وفنان مميز سيلقي المحاضرة الافتتاحية والمفتاحية لمدرستنا الصيفية. أرحب بضيفنا الدكتور شربل داغر. شربل داغر أستاذ في جامعة البلمان لبنان ورئيس دائرة اللغة العربية وأدابها، خريج جامعة السوربون الجديدة باريس الثالثة، حائز على شهادتي دكتوراه في الآداب العربية الحديثة وفي جمالية الفنون، حائز على درجة الأستاذية، أستاذ زائر في عدد من الجامعات الأوروبية والعربية، أستاذ محكم في عدد من الدوريات الفرنسية والعربية، ورئيس لجان تحكيم في العديد من الفعاليات والجوائز العربية والدولية، وهو كاتب بالعربية وبالفرنسية. شاعر أصدر أكثر من 10 مجموعات شعرية، وصدرت عنه مختارات بالفرنسية في باريس والعربية في مصر وتونس والجزائر، ومترجم إلى لغات عديدة، كما تفاعل مع إنتاجه الشعري أكثر من تشكيلي ومسرحي في معارض وعروض وكتب مختلفة. واعتنى داغر بترجمة شعراء مختلفين إلى العربية فضلا عن أنتولوجيا الشعر الزنجي الإفريقي المكتوب بالفرنسية. روائي له رواية ذاتية بعنوان وصية هابيل، رواية ذاتية، وروايات عديدة أذكر منها بدل عن ضائع، دار الساقي بيروت 2014، شهوة الترجمان المركز الثقافي العربي بيروت الدار البيضاء 2015، ابنة بونابرت المصرية المركز الثقافي العربي، فيعني أرى تحولا إلى الرواية في السنوات الأخيرة. حقق نقديا وقدم ما يعتبره أول رواية عربية اسمها وي إذا لست بإفرنجي لخليل الخوري 1859، كما ترجم رواية الرجال الذين يحادثونني لأناندا ديفي. له في الدراسات الأدبية أكثر من بحث وكتاب، منها التقاليد الشفوية العربية بالفرنسية، الشعرية العربية الحديثة تحليل النصي، والعربية والتمدن في اشتباه العلاقات بين النهضة والمثقفة والحداثة، والشعر العربي الحديث القصيدة العصرية، والشعر العربي الحديث كيان النص، وغيرها حقيقة الكثير، يعني أحاول أن أختصر هنا. له في الدراسات الفنية والجمالية بحوث وكتب، منها الحروفية العربية فن وهوية، ومذاهب الحسن قراءة معجمية تاريخية للفنون في العربية والفن الإسلامي في المصادر العربية، صناعة الزينة والجمال، واللوحة العربية بين سياق وأفق،
والفن والشرق، الملكية والمعنى في التداول في جزئين، النادر والعريق والفن الإسلامي، والعين واللوحة، المحترفات العربية. وهو مؤلف، وأعجبني ذلك، مع 4 مؤلفين غربيين للفيلم الإلكتروني Art in the Islamic World، الفن في العالم الإسلامي. له في التاريخ المحلي كتابان، تنورين في الحقبة العثمانية وبين السلطان والمقاطع جنين والعوام، الحراك والأفق. أصل الآن إلى موضوعنا لليوم، الشعر، أرقى الفنون وفقا لهيجل. وهو كما لا يخفى على أحد منكم يستعير، أي الشعر، من الفنون جميعا، تصويرا وموسيقى وحركة. محاضرة اليوم بعنوان بصرية القصيدة العربية الحديثة بين بدر شاكر السياب ومحمد الماغوط. شرب الداغر، أهلا وسهلا بك في الجامعة الأمريكية في بيروت، رجاء شاركوني الترحيب بضيفنا الدكتور شرب الداغر. مساء الخير، شكرا زميلي العزيز. يسعدني أن أكون للمرة الثانية مشاركا في هذا الجهد العلمي البحثي الألماني العربي، وراقني فيما قلت الحديث عن المعية، عن المع، وهذه الأداة يمكن أن تجر وراءها الكثير من الثنائيات المغلوطة أو غير المدروسة كفاية. أحاول في هذه المحاضرة أن أقدم شيئا فيه قدر من التجديد في النظر إلى القصيدة العربية الحديثة، متمنيا طبعا أن أكون على درجة من التوفيق في هذا المسعى، وهو أن ندرس القصيدة مع فنون كتابية وبصرية أخرى. ذلك أننا ندرس الشعر العربي تقديرا له في إطاره، من دون أن نخرج منه إلى غيره مما يجاوره أو مما يخالفه أو مما يحاكيه، سواء في الشعر العربي القديم وخاصة في الشعر العربي الحديث. في درسي للشعر العربي الحديث أميز بين 3 ميادين: ما قبل النص، النص الماثل، والنص الشفاف. وأريد باختصار أن أوضح ما أقصده في كل من هذه الميادين. فيما يتعلق بما قبل النص، أدرس النص بين كونه مسودة في حال توافر المسودة أو المسودات، وهو أمر للأسف الشعراء لا يولونه أهمية. يعني أحد الشعراء قال لي ذات يوم: لن تعثر على أي مسودة من شعري. فقلت له: يا للأسف. أدرس فيما قبل النص، النص بين كونه مسودة إلى خروجه الطباعي. في النص الماثل، وهو تعبير فلسفي في المقام الأول، إيمانا، وهو نفسه أيضا بالإنجليزية، يشير إلى كون القصيدة في هذا المنظور هي صنيع لغوي في المقام الأول، وهذا الصنيع اللغوي يدرس في علاماته وفي العلاقات التي تنظم هذه العلامات. أما الميدان الثالث فهو النص الشفاف. البنيوية
بمذاهبها أو مقارباتها المختلفة جعلت النص بنية مكتفية بنفسها لدرجة أنها أصبحت سميكة، أي أننا لا نرى من خلال النص ما يتعالق معه النص في محيطه مع غيره من الفنون والسياقات إلى آخره. محاضرتي تتعين في الميدان الثالث في النص الشفاف، وتوقفت لهذا الغرض عند مجموعتي شعر، الأولى هي حزن في ضوء القمر لمحمد المغوط، والثانية هي أنشودة المطر لبدر شاكر السياب، وهاتان المجموعتان على اختلافهما بين قصيدة تفعيلية كما يقال وقصيدة بالنثر عند المغوط تلتقيان، وهذا أحد استهدافات المحاضرة، تلتقيان في كونهما تقيمان علاقة بل علاقات بين فنون كتابية لا سيما الرواية وبين فنون بصرية منها اللوحة وخاصة النسق السينمائي، إذ ينتقل إلى القصيدة كما أذهب إلى ذلك في هذه المحاضرة. مشيت الأمور ولا إذا فينا نحط أول صفحة؟ يعني حاولت لكن التكنولوجيا تخوننا، أستعمل عدة مقاطع من المجموعتين وأريد من عرضهما أن تشاركان تشاركانني الفهم والتعليق عليهما. اللي بعدها أتوقف عند مجموعة من الصور البيانية. خلاص لا اللي بعدها بدك تحرك بالفلاش. اوكي ترجع كيف بتقدم بالفلاش اللي تحته وين بينت؟ مش الحال انا مش شايف شيء، انتوا شايفين؟ كويس. أتوقف بداية عند بعض، لا هيك ما تحدش يمشي الحال أبدا. أتوقف بداية عند بعض الصور البيانية في في سطور من مجموعة محمد المغوط. لنبدأ بالمثل الأول، الخوف يصدح كالكروان. تعرفون التشبيه في العربية كما في غيرها يقوم على صفة الشبه بين المشبه والمشبه به، هذا هو التعريف البلاغي الكلاسيكي المتفق عليه. نلاحظ في هذا المثل عدم وجود صفة أكيدة للشبه، فالخوف لا يصدح، ولا يصدح كالكروان، خاصة الكروان طائر جميل صوته عذب إلى آخره، فكيف يكون للخوف مثل هذا الغناء؟ المثل الثاني، هذه السحابة المقبلة كعينين مسيحيتين. ما تعني العينان المسيحيتان؟ أيضا صفة الشبه ليست بينة، بل يمكن القول حتى لا أقول كلاما قبيحا ليست أكيدة بالمطلق،
المثل الثالث سعال الغابات. طبعا الاستعارة هنا يمكن أن تكون مقبولة، ولكن عادة الغابات يعني حيث الهواء النقي لا السعال. المثل الرابع صرير الخطب يئن في زوايا خفية. المثل الأخير الحب خطوات حزينة في القلب والشجر خريف بين النهدين. نعم نعم، نجد بأن هذه الاستعارات، هذه التشابيه، وهناك الكثير منها في مجموعة المغوط، غريبة مفاجئة لا تناسب المألوف في الصور البيانية في الشعر العربي القديم، عدا أن هناك اختلالات في قيام التشبيه وفي قيام الاستعارة وفي غيرها. لماذا؟ أعلق الجواب عن هذا السؤال. لو انتقلنا إلى مثل آخر للمغوط أيضا، ستواجهني مشكلة كبيرة لو أردت أن أقرأ الأسطر الأولى من هذه القصيدة. طبعا أنتم تقرؤونها بعيونكم، الأمر سهل، ولكن لو أردنا أن نقرأها بصوت سنجد بأن هناك مشكلة. سأحاول قراءتها. شعرك الذي كان ينبض على وسادتي كشلال من العصافير يلهو على وسادة غريبة يخونني. شعرك وهو مبتدأ، خبره هو في الجملة الخبرية بيخونني، يخونني، مش هيك؟ بعد سطرين. هناك غير ذلك في هذه الأسطر الأربعة. ينبض على وسادتي كشلال من العصافير، وكشلال من العصافير يلهو على وسادات غريبة إلى آخره. نلاحظ أولا أن التشبيه أو الاستعارة في الشعر العربي القديم كان موضعيا، أي أنه كان يقع في صدر البيت أو في عجزه أو في عجزه أو بينهما. هنا تنتقل العلاقات بين هذه الأسطر الأربعة، وبالتالي يبدو البناء بناء ملتفا على نفسه وشديد التداخل. لننتقل إلى جانب آخر من مجموعة المغوط إياها. سنجد أولا أن المغوط يكثر أو يطنب في استعمال الألوان كصفات في أكثر من سطر وفي أكثر من قصيدة. ومن يعود إلى الشعر العربي القديم لن يجد ذلك مطلقا إلا عند ابن الرومي بطبيعة الحال. أما في الشعر الحديث فسنجده بينا قبل المغوط عند نزار قباني ومنذ مجموعته الشعرية الأولى. طبعا هي أمامكم الألوان، لا أريد أن أستعيدها وأقرأها. ما يستوقف في هذه الألوان هو ورود لون الأشقر في أكثر من سطر، كالرعد الأشقر والرصيف الحامل طفله الأشقر ويمامة شقراء وكأمير أشقر الحاجبين إلى آخره.
لماذا الأشقر؟ كناية عمن؟ نعلق الجواب على هذا السؤال أيضا. ننتقل إلى أمثلة أخرى من المغوط. الزناد الوحشي هادئ أمام العينين الخضراوين. إطار الصورة واضح، يلهث ويدوي ذلك العريس المتقدم في السن ويخبط بزيله كالتمساح على وجه آسيا. الخريف يتدحرج كالقارب الذهبي، كجيوش حزينة تجلس القرفصاء، أيتها السهول المنحدرة كمؤخرة الفرس، قطار هائل وطويل كنهر من الزنوج، المأساة تنحني كالراهبة، إلى آخره. نلاحظ تشكلات على قدر بين من الصورية، والصورية المقربة وليست طبعا. هنا أمثلة أحيانا الصورة عريضة واسعة كما في فيلم بيبلوم إلى آخره، سنعود إلى هذا الأمر لاحقا، أو هي صور مقربة للغاية. لو ننتقل إلى السياب سنجد القصيدة ذات تركيب أشد من الناحية الصورية التي أقصدها في هذه المحاضرة، وهي ستتبين تباعا. في أكثر من قصيدة لبدر شاكر السياب سنلاحظ منذ بدايتها أنها تقوم في عدد كبير من القصائد لنقل على بناء سردي. أذكر فقط أسماء بعض هذه القصائد: غريب على الخليج، أغنية في شهر آب، عرس في القرية، المبغى، المسيح بعد الصلب، أنشودة المطر، المومس العمياء، حفار القبور، والأسلحة والأطفال. كل هذه القصائد تقوم على بناء سردي، وما يستوقف في هذا البناء السردي هو أنه يختلف عن قصائد ظهرت في العالم العربي بعد الحرب العالمية الأولى وتميزت لأول مرة في تاريخ الشعر العربي بقوام سردي. لعل خليل مطران هو أول هؤلاء الشعراء في قصيدتين شهيرتين: نيرون ومصرع مقتل بزر جمهر، وأظن أن الأولى منهما قالها لأول مرة في هذه الجامعة بالذات. نحن نذكر طبعا مجموعات شعر: بنت يفتاح لسعيد عقل، هيروديا ليوسف الخال، دليلة لأدونيس، وهي مجموعات شعر مستوحاة من التوراة. طبعا نذكر في بداية الخمسينات مع مجلة شعر بشكل خاص الشعراء التموزيين إلى آخره. لكن ما يظهر مع السياب أمر مختلف للغاية. أولا لو نعد إلى هذا المقطع من هذه القصيدة سنجد، وهي غريب على الخليج، سنجد أن المحددات المكانية والزمانية والشخصيات بينة جدا في منذ مطلع هذه القصيدة. طبعا الريح، القلوع، الرحيل، كادحون، الخليج، غريب إلى آخره. ولو انتقلنا إلى قصيدة أخرى المومس العمياء سنجد
منذ الأسطر الأولى للقصيدة، الليل، المدينة، العابرون، المصابيع، عيون الضغينة، وهو ما نجده أيضا في مجموعة أخرى للسياب وفي قصيدة غريق وفي قصيدة المعبد الغريق اللي هي كانت قبل. ما استوقفني في درس البناء السردي عند قصائد السياب هو الأمر التالي: كلنا نعرف أن الثقافة العربية عرفت فنون السرد، وعنوانها العام هو الحكي والحكاية، والتي يمكن أن نبسطها بالقول كان يا ما كان في قديم الزمان. زمن الحكاية زمن ممتد، زمن مفتوح، لا نعرف متى يبدأ، وإن عرفنا متى يبدأ ولا نعرف متى ينتهي، وإن عرفنا متى ينتهي. هو زمن أشبه بالزمن الأسطوري. مع السياب الحكاية لها أو القصيدة لها بناء سردي مقتطع من الزمن، وهذه الإشارة هامة جدا لأننا نجدها ظهرت في السرد في أوروبا منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، ولا سيما عند روائي فرنسي هو أونوري دوبلزاك. اخترت هذا النص البسيط لبداية رواية معروفة لأونوري دوبلزاك اسمها إيجيني غراندي، يمكن أن تتابعوا معي. يقول: هناك بيوت في بعض مدن الريف تحدث في نفس الناظر إليها كآبة. مبادئ الكآبة هذه تتعين في هيئة مسكن قائم في مدينة سومور. إن وصف بقية أقسام المسكن تبقى مرتبطة بأحداث هذه الحكاية. في العام 1819 في مطلع السهرة في وسط شهر تشرين الثاني نوفمبر أشعلت نانو الكبيرة النار للمرة الأولى. السطر الأخير، الجملة الأخيرة، شديد الإبانة في هذه التحديدات التي تشير إلى ما أسميه الاقتطاع في الزمن. هذا الاقتطاع نجده في القصائد، في عدد كبير من القصائد التي ذكرت أسماءها في بداية المحاضرة. سأذكر بعضها سريعا. في بداية المومس العمياء، الليل يطبق مرة أخرى فتشربه المدينة والعابرون. تنتهي القصيدة: الباب أوصد ذاك ليل مرة فانتظري سواه. واضح جدا كيف تبدأ وكيف تنتهي. في حفار القبور في بداية القصيدة: ضوء الأصيل يغيم كالحلم الكئيب على القبور، والمدرج النائي تهب عليه أسراب الطيور. في ختام القصيدة: وتظل أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد، ويظل حفار القبور ينأى عن القبر الجديد، متعثر الخطوات يحلم باللقاء وبالخمور. تجري القصيدة بين بداية الليل، بداية الليلة، وبين انصرام هذه الليلة.
هذا البناء، هذا التحديد الزمني نجده في أكثر من قصيدة في هذه المجموعة للسيار، لبل نرى على مستوى خطة المعنى أن هذا الانتظار بين بداية ليلى وانصرامها هو انتظار مجدب لا يأتي. حفار القبور لا يأتيه زبون جديد، المومس العمياء لا يأتيها زبون جديد، الغريب على الخليج يبقى وحيدا ينتظر. حتى قصيدة أنشودة المطر لولا سطرها الأخير ويهطل المطر، القصيدة كلها تقوم على الانتظار المجدب. في هذا البناء السردي يمكن أن نذهب أبعد من ذلك. ما سبق أن عرضته عن البدايات، السمات المكانية الزمنية إلى آخره، هذه السمات تبدو في بدايات هذه القصائد مثل بناء استهلالي، مثل لقطة عريضة، القلوع، الريح إلى آخره، عدا أن للقصيدة بناء سرديا يتدرج بين بدايته وبين نهايته. إلى ذلك هناك شخصيات، طبعا هي المومس، حفار القبور، لواحظ، واحدة اسمها لواحظ، إلى أم السياب، حبيبة السياب، شخصيات عديدة ترد. ما يهمني هو إلى هذه اللقطة المكبرة الاستهلالية هناك لقطات أخرى بعدها يمكن أن نسميها لقطات قريبة أو مقربة. سأقرأ عليكم لواحظ المغنية كساعة تتك في الجدار في غرفة الجلوس في محطة القطار. كان يمكن للسياب، لو سمح لي، وهو لن يسمح لي ولن أقبل منه أن يسمح لي، كان يمكن أن يقول أن لواحظ المغنية غناؤها رتيب، المعنى واضح، لكن ماذا فعل؟ لواحظ كساعة تتك في الجدار، كان يكفي. كساعة تتك في الجدار في غرفة الجلوس في محطة القطار. مشهد يعني لم يكن يحتاج إليه مطلقا، لكنه لكي يكتب كان يحب أن يرى ويحب أن يرينا أيضا، يعرف أن عيننا أيضا باتت تستغويها هذه الإراءة. مقطع آخر: ويمر عملاق يبيع الطيرة، معطفه الطويل حيران، تصطفق الرياح بجانبيه وقبضتاه تتراوحان، وأعناق الطيور مرنحات من خطاه تدمى، خطواته العجلة وصرخته الطويلة. على الأقل يمكن أن نرى لوحة زيتية، مع فارق أن اللوحة الزيتية صورتها ثابتة، بينما الصورة هنا حيوية، أسميها صورة ممتدة. أمثلة أخرى: ومقلتان تحدقان بلا بريق وبلا دموع في الفضاء، وهز حفار القبور يمناه في وجه السماء وصاح، يأتيه من غرف البغايا كاللهاث من الصدور، ويد تشير إليه عن كثب وقائلة
تعال. وهناك مقاطع عديدة أخرى ترينا هذه الإراءة البصرية التي أريد أن أدافع عن وجودها في هذه القصائد. دارس فرنسي معروف جيل دولوز، وهو دارس مرموق في مجال السينما، له اصطلاحان أساسيان في درس السينما: ليماج موفمون، ليماج تان. ما يمكن أن نترجمه الصورة زمنا أو بوصفها زمنا، الصورة حركة أو الصورة بوصفها حركة. طبعا يوظف دولوز هذين المصطلحين في درس السينما وعلاقة السينما بالمتفرج، ويميز بين عهدين في السينما. إن أحببتم في المناقشة يمكن أن نتوسع فيهما. أنا اكتفيت باستخراج الزمن والحركة بوصفهما أساسيين في فهم البناء الفيلمي إنجاز القول، وأستعملهما لهذا الغرض. وهو ما وجدته في هذه الأمثلة التي ذكرت وفي غيرها. من المؤكد أنكم شاهدتم أفلاماً أمريكية تعود إلى الثلاثينيات أو الأربعينيات من القرن الماضي. كثير من هذه الأفلام يبدأ فيلادلفيا، شو بعرفني اسم ولاية أو مدينة، المشهد عريض، وهناك كتابة أيضا تسمي اسم الولاية أو المدينة. تقترب الكاميرا أكثر من شارع، تقترب من بناية، إلى أن تقترب إلى شقة، وبعد الشقة أكشن، يدور الفيلم وتدور قصته وحكايته. وجدت في البناء السردي لعدد من قصائد السياب خطة مماثلة. تابعوا معي هذا المقطع: الريح تلهث بالهجيرة كالجسام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابو بحار من كل حاف نصف عاري، إلى آخره. شفتوا المشهد العريض هون. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج. قصيدة أخرى: خيول الريح تصهل والمرافق يلمس الغرب صواريها بشمس من دم، ونوافذ الحانة تراقص من وراء خصاصها سرج، وجمع نفسه الشرب، يعني جمع شارب، بخيط من خيوط الخوف مشدودا إلى قنينة، ويمد آذانه إلى المتلاطم الهدار عند نوافذ الحانة. شفتوا المشهد كيف قرب؟ بسموه هذا جرو بلان. وحدث وهو يهمس جاحظ العينين مرتعدا يعب الخمر شيخ. وتستمر القصيدة تباعا. هذا البناء نجده في كثير من أبنية القصيدة. تأخرت كثير. لا بعد عندي حكي كثير، لأنه توقفت مطولا في هذه المحاضرة، ولكن لن أتلو عليكم هذا المقطع، مقطع طويل. هو نحن ما توقفنا عنده
لنلخصه بالقول، هناك لقطة عريضة استهلالية وهناك لقطات مقربة متتابعة. درست في هذه المحاضرة قصيدة حفار القبور تحديدا، ووجدت أن لها بناء متتابعا بين فقراتها، بل بين لقطاتها عمليا، ما يشبه التوليف المونتاج في السينما، وهو الترابط السببي بين فقرات الحكاية بوصفها فقرات صورية. بالتالي استوقفني خصوصا هذا هو، لو نتوقف عند بداية هذا المقطع. تعرفون أن الشعر العربي القديم انبنى على وحدة البيت، كل بيت قائم بنفسه، مستقل بنفسه، حتى إننا نستطيع أحيانا أن ننقل بيتا من مكان إلى آخر من دون أن تهتز القصيدة، اللهم إن لم يكن شعر المتنبي اللي هو صعب تنقل في عدد من أبياته وفي عدد من قصائده، ولكن في كثير من الشعر العربي يمكن أن ننتقل. البيت مستقل، هذه القصيدة وغيرها تعد حسب التاريخ المتداول بداية الشعر الحديث. أنا لست من هذا الرأي، أعتبر بدايات الشعر الحديث تعود إلى القرن 19، ولكن هنا في الخمسينيات والأربعينات هناك نقلة كبيرة في تحديث القصيدة، هذا ليس موضوعنا. ننتبه في البداية، لاحظوا استعمال السياب للشرطتين، لدو تري، درب كأفواه اللحود، شرطة، لولا التماعات الكواكب وانعكاس من ضياء تلقيه نافذة ووقع خطى تهاوى في عياء. أولا البيت، وهو ليس ببيت، هو سطر شعري، كما أدافع عن ذلك بعد الدكتور عز الدين إسماعيل، هو أول من تكلم عن السطر الشعري، وأنا أجد أنه توفق فيها، ولكن حتى الكلام عن السطر نراه يهتز في هذه القصيدة. الجملة غير مكتملة، يجب أن تنتقل إلى سطر آخر وأحيانا إلى سطرين وثلاثة لكي تكتمل. بعيدا عن هذه المسألة وهي مهمة في حد ذاتها، أريد أن ألفت نظركم إلى ما أسميه سعة الصورة وضيق اللفظ. الصورة، لنأخذ الصورة الفوتوغرافية، لنأخذ اللوحة، يمكن أن تشتمل على عناصر إخبارية رمزية إلى آخره أكثر بكثير مما تطلبه اللغة عمليا لكي تعرض وتقدم ما تقدمه الصورة. فكيف إذا كانت الصورة حركية وحيوية وممتدة؟ نجد في هذه الأبيات، وهناك أكثر من مثل وارد هنا، صراع السياب بين السطر والإخبار فيه وبين ما يريد إظهاره وهو الصورة. لاحظوا، درب كأفواه، لولا التماعات الكواكب وانعكاس من وقع خطى، يريد أن يستكمل، أن يعرض المشهد برمته، وهو
ما يرد في أمثلة أو هذا المثل ثم اضمحل الحارس المكدود والنغم الرتيب شرطة وقع الخطى المتلاشيات كأنه الهمس المريب ماذا لا يخفق من بعيد. قصائد الماغوت والسياب شفافة بهذا المعنى، إذ تبدو في عدد من تشكلاتها وتعبيراتها متفاعلة مع ما يحيط بها وما ترويه من المحيط التاريخي والاجتماعي، بل يمكن القول إن المتكلم في غير قصيدة يقبل على ما يقترب من السرد الذاتي في إحالات المغوط إلى هجرته إلى المدينة وفي هامشيته وتشرده فيها، أو في إحالات السياب إلى يتمه الباكر وغربته طلبا للعمل وتحصيل لقمة العيش في الكويت القريبة من البصرة. هذه العلاقات بين القصيدة والرواية والفيلم السينمائي أكيدة ومتداخلة، بحيث نتبين في أسطر القصيدة ما يبنيها كما في ترابط الأحداث السردية أو في لقطات السيناريو المتتابعة، بل يمكن الحديث كما قلت عن نوع بعينه من الأفلام التي أشرت إليها. هذه القصائد تشير إلى سينما كانت قد أصبحت موجودة في دمشق في بغداد وفي البصرة، وهناك إن شئتم معلومات تفصيلية عن ذلك عدت إليها في عدد من المراجع الخاصة بهذا الموضوع. يعني منذ 1908 عرفت دمشق السينما، 1911 عرفت بغداد السينما، وعرفت الأفلام الأمريكية وغير الأمريكية منذ ذلك الوقت. في أكثر من قصيدة للمغوط في هذه المجموعة يتحدث عن غرفته المليئة بصور الممثلين، يتحدث عن الأفلام الخليعة، عن دور السينما إلى آخره، كما يتحدث السياب عن المزياع ودورة الأسطوانة والصور والنحات والتمثال والخزف وأسطوانات الغذاء الغناء وغيرها. يكتب السياب في إحدى هذه القصائد: وأمثل دور المحب التعيس. قد يقصد في ذلك الدور المسرحي، لكنني أعتقد أنه يقصد دور الممثل السينمائي لسبب بسيط، وهو أن المسرح فيما خلا القاهرة وبيروت تأخر ظهوره كثيرا في المدن العربية الأخرى. ما أريد أن أشير إليه هو أن القصيدة، هذه القصيدة، باتت أشبه بخشبة، خشبة للعرض، ولم تعد منصة لا لخطبة ولا لإبلاغ ولا لتغن أو إنشاد أحيانا. والشاعر في ذلك أصبح أشبه بالمخرج وبالمؤلف الذي يوزع بين أصواته عددا من الأدوار. سأقرأ فقط مقطعين للسياب وللمغوط. يقول السياب في قصيدة المخبر: أنا ما تشاء أنا الحقير، صباغ أحذية الغزاة وبائع الدم والضمير، للظالمين أنا الغراب، أنا الدمار، أنا الخراب، أنا الحقير. المغوط يقول: أنا حذاء، كم أود أن أكون عبدا حقيقيا، لكم طردوني، لا أحد يذورني، وغيرها الكثير. نجد في ذلك أن الشاعر بات يعتني، بات يريد أن يكون رائي الحياة الفردية والاجتماعية
في ذلك الزمن التاريخي. هناك أكثر من دارس توقف عند السينما وتأثيراتها في بناء الهوية الفردية والاجتماعية، منهم فيليكس جيتاري، منهم بولاك، يعني عدد من الدارسين. وأثر السينما على تشكيل الهوية، الهوية الفردية والهوية الاجتماعية. إذن قد يبدو هذا الكلام غريبا أو مفاجئا لدى دارس الشعر، كيف يمكن الجمع بين القصيدة والسينما؟ هل تأثرت القصيدة بالسينما؟ متى وكيف؟ وهو جمع إن صح يفتقر بأي حال إلى أدوات تحليلية تناسبه، إذ إن عدة البلاغة لا توفرها له، وإن يتحدث البعض عن تشبيه تمثيلي واستعارة تمثيلية، وهو ما لا توفره كذلك أدوات التحليل اللساني. طلبت المحاضرة استخلاص هذه البصرية من مجموعتي شعر لبدر شاكر السياب ومحمد المغوط، مبرزة تشكلا جديدا للقصيدة العربية سواء التفعيلية أو النثرية، ما يوفر للقصيدة هيئة تمثيلية، تمثيلية بأكثر من معنى. هذا يعني أن القصيدة باتت تنهل في مصادرها من مكونات مستجدة في المخزون الشعري، في المخزون الثقافي، وباتت تتمثل هيئات لبنائها العام تقع خارج البلاغة ذات النطاق الضيق والموضعي، وتأخذ من الصورة بصياغها المختلفة مكونا جامعا وعرضيا لها. باتت الصورة تتعين في لقطات ذات محددات مستقات من الصورة السينمائية خصوصا. هذا ما أتاحه درس القصيدة بوصفها نصا شفافا، أي التنبه إلى ما تحمله ألفاظ القصيدة وتراكيبها من تقديمات وصور وأشكال ترابط، على أنها تحيل وتتعالق مع خارجها سواء أكانت نصوصا أو أعمالا فنية وسينمائية وغيرها، أو صورا ونماذج اجتماعية مستحسنة ومطلوبة في السياق السياسي أو الاجتماعي المحايد. هذا يعني ويتطلب فتح القصيدة العربية دراسيا على ما كانت تعايشه في زمنها وما كانت تتأثر به بوعي أو من دون وعي. فكيف إن تحقق الدرس من أن السياب وضع لعدد من قصائده خطة بناء جديدة في الشعر العربي، أي البناء وفق اقتطاع زمني، وهو تشبه بنائي بما كانت قد قامت عليه الرواية الحديثة والمسرحية واللوحة في محاكاتها للقطة المعبرة، وهو ما بات يصل الطالب قبل أن يصبح شاعرا، يصله في الكتاب والجريدة وصالة السينما والخشبة المسرحية والمعرض التشكيلي وغيرها من وسائط الذيوع والتواصل. هذا ما قام به البعض مثل فيليكس جاتاري وجان كلود بولاك لجهة تأثير السينما على تشكيل اللاوعي الإنساني، فكيف على وعيه واختياراته البنائية والجمالية. وما قام بدرسه انصرف إلى معرفة تأثيرات ظهور السينما على ذاتية الفرد، فقد أصبحت الشخصية السينمائية ومناخاتها وعاداتها وسلوكاتها وطرق لبسها وظهورها وغيرها نوعا من الحياة الثانية أو الأخرى، أي التي باتت ممكنة للمتفرج بوصفه فردا وكائنا اجتماعيا له أن يبرز ذاتيته ويظهرها لنفسه
ومع غيره. أما دارس الجماليات جون لوي شيفير فقد عالج مسألة إراءة الإنسان، أي جعله مرئيا، وهو ما وفرته السينما له. ففي حسابه لم يكن الإنسان مما يرى، بل أصبح كذلك حسب ما درس في كتابه إنسان السينما الاعتيادي. يقول: السينما مكنتنا من جسم الآخرين لصالح تاريخنا الشخصي. شكرا. أكثر. شكرا دكتور داغر على هذه المحاضرة الشفافة والواضحة والشيقة واللاقطة واللماحة والمعبرة عن علاقة القصيدة بالفنون البصرية الأخرى. والآن باب الأسئلة مفتوح للجمهور. إيه نعم ما سمع من جاي يعني ما هو استعارات كلها من جاي خلاص ما بعرف استوقفتني هذه المسألة كثيرا استوقفني كلامه أيضا في أكثر من معرض حول المسيحيين في قصائد يعني يصف شيئا جميلا كعينين مسيحيتين طبعا لو أريد أن أذهب في مذاهب التحليل النفسي يمكن أن نتحدث ومنها الأشقر الأشقر في الغالب هلأ أنا لا أتذكر التقيت بمحمد المغوط مرة واحدة الله يرحمه في باريس وحاولت حتى أن أسأل لم أتوفق بأحد ربما كان أشقر هو ربما ولكن لا أظنه كان يتحدث عن نفسه هل هذه الصورة صورة الأشقر في الغالب هي صورة الغربي كما نعلم هل هي صورة مجتهد هل هي صورة فانتاسمي بمعنى ما لا أعرف لذلك لم أضمنها ولكن ذكرت قد يحتاج الأمر إلى مزيد من التدقيق في هذه الناحية نعم لا ما كان أشعر كل صوره مع برنايطة بس ما كان أشعر طبعا لا لأنه أنا بتذكر شيبو كان شيبو شيب. بس شيبو شيبو يعني ما تفضل يعني بلا عيون ملونين لا عيون ملونين أنا... كله كله نعم يعني أود أن أشكر صديق الشاعر والنقد الكبير دكتور شرقي جابر على هذه الأفكار التي لا تصدر إلا عن يعني فنان يعني تواصل مع فنون كثيرة وفكر فيها على نحو عميق ثم حاول أن يخرج يعني نتيجة تجربته أو رؤيته الفنية في الدرجة الأولى. وأود أن أطرح يعني أسئلة موجزة واقتراحا لفكرة. أولا أنا ترى أن يعني النماذج التي توقفت عندها هي من طبعا كما قلت من قصيدة الشعر الحر وقصيدة النثر وأنا يعكس هذا تحولا جوهريا في طبيعة الكتابة الشعرية مرتبط بهذين النوعين تحديدا. يعني بمعنى آخر لا نجد هذا في القصيدة الكلاسيكية ولا الرومانسية لأسباب قد تكون فلسفية أطرحها في النهاية. الأمر الثاني هل يمكنك أن تصف ما قدمته من تحليل لهذه القصائد بأنه يعكس نوعا من الثنائية التفكير السردي والكتابة الشعرية. نحن أداء شعراء في ضوء هذه النماذج يفكرون في التفاصيل الصغيرة ولاحظت من يعني قراءة النصوص الأنواع الأدبية
أن هذا الانشغال بالهموم الصغيرة لا يكون دائما إلا في الأنواع السردية بالدرجة الأولى. يعني في الأنواع الشعرية غالبا، وهذا كلام يعني فيه قدر من العمومية قد يتعلق مع بعض الأمهات التي طرحتها في المحاضرة، أن الانشغال بالهموم الصغيرة ده هذا الانشغال مرتبط بالدرجة الأولى بالأنواع السردية. فهل نحن إذا نوع من التفكير، هذا شاعر يفكر تفكيرا سرديا بالدرجة الأولى، ولكنه حين يعبر بالكتابة الشعرية، ومن هنا تكثر التفاصيل الصغيرة ولا سيما عند السيد. الأمر الثالث أو الجانب الثالث والأخير، ألا تعكس مثل هذه الكتابة أو مثل هذه العلاقة بين الكتابة الشعرية والتفكير السردي رغبة ملحة ورغبة أغلب الظن أنها رغبة لا شعورية في اكتشاف الفرد؟ نحن في يعني هذه القصائد تعكس رغبة في اكتشاف الفرد والرغبة في تصوير هذا الفرد بوصفه فردا بالدرجة الأولى وليس بوصفه فردا منخرطا في المجموع أو تابعا للمجموع. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا هذا التحول طبيعي. لو كان الوقت طويلا أكثر لا أنتقل لكنت توقفت عند استعمالات فعل المضارع في قصائد السياب، هي لافتة جدا. حين ينتقل إلى اللقطة المقربة يعب، مثل هذا الشيخ يعب إلى آخره، يدخل فعل المضارع، أي جريان الفعل، جريان الفعل، بينما اللقطة الاستهلالية العريضة دائما تتم وفق استعمالات أفعال الماضي. موضوع السرد والشعر موضوع واسع للغاية. أعتقد أن الدافع الأول له قام في نهايات القرن التاسع عشر من حساب آخر، وهو لماذا العرب ليست لهم ملحمة شعرية؟ هذا السؤال طرحه أكثر من شاعر وأكثر من ناقد، وهذا هو الدافع الأساسي وراء سليمان البستاني حين قضى عددا من سنوات عمره لكي يتعلم الإغريقية القديمة ولكي يتوصل إلى ترجمة الإلياذة. هذا الهم انتقل إلى خليل مطران مع القصيدتين المذكورتين. طبعا هو ذكرها تحت باب أنه يريد أن يكتب قصيدة طويلة ذات قافية، لأنه بتعرفوا من مشاكل الشعر العربي أنه القافية الواحدة لا تتيح طول، ولكن الهدف الفعلي وراء القصيدة هو كتابة قصيدة ذات بعد سردي. هذا الأمر تغير مع السياب والمغوط وغيره، وهو أنهما انصرفا إلى اللحظة التاريخية التي كانوا يعيشونها أكثر من استيحاء الأسطورة والقصص الديني المسيحي أو غير المسيحي، أكثر من ذلك. الأمر الآخر هو أن موضوع السرد جلب طبعا نحن لو شئنا اليوم أن ندرس الشعر الحديث بعد السياب والمغوط سنجد حضورا قويا للغاية لجهة السرد، وهذا الأمر يصح أيضا فيما أسميته إراءة الفرد. الشعر قبل منتصف القرن التاسع عشر عنوانه الأساس البلاط، جمالية البلاط، فيما خلا ذلك هناك بعض الإخوانيات وبعض المناكفات الشعرية في الهجاء وغيره، فيما خلا ذلك الشعر العربي في قسمه الواسع هو شعر مديح، شعر متعين في دورة الحكم ودورة البلاط. ودورة البلاط لا تخص الخليفة فقط، وإنما تخص فئات من المتنعمين إلى آخره. أما في التاسع عشر فقد خرجت القصيدة
من بيت الخليفة أو بيت الأمير أو من البلاط إلى الشارع، بل خرجت مع قصيدة، مع القصيدة بالنثر، إلى الغرفة الحميمة مع أنس الحج ومع محمد المغوط أيضا. أريد أن أشير إلى أمر بسيط ولكن مهم للغاية عند محمد المغوط وبدر شاكر السيد. قد يظهر في كلامي وليس في محاضرتي أنني أرى تأثر السياب أقوى بالسينما. هذا الانطباع إن كان تولد عندكم فهو ليس تماماً قناعتي. عند المغوط أنا أعتقد بأنه كتب قصيدة تكاد أن تكون واحدة، حين تقرؤون مجموعته هذه تكاد أن تكون قصيدة واحدة متنقلة إلى آخره، وفيها في مناخاتها في صورها كثير من السينما، كثير من السينما، إلا أنها تحتاج إلى تحاليل دقيقة وصعبة في نفس الوقت. أما عند السياب فهناك خطة البناء عنده في عدد كبير من قصائده يبدو التأثر فيها جليا بوضوح، وهذا ما يمكن للدارس أن يتبينه بقوة في هذه المجموعة. نشكر حضرتك كثير الشكر على هذه المحاضرة الوافية. فقط سأعلق على تحليل حضرتك لبنية الاستعارة في نص المربوط. تحليل حضرتك عكس، أرجو أن يكون التعليق بشكل سؤال مباشر. نعم، لأن هو التحليل الذي قدم جسد إشكالية في قراءة القصيدة النثر، لأن الذي عند المغوط ليس المغوط وحده، أو ليست قصيدة المغوط هي التي تتفرد بهذا. قصيدة النثر تحولت من اللعب على البنية إلى اللعب على المفردات، على العلامات، وهذا يقتضي استراتيجيات بديلة لقراءتها. أنا لا يمكن أن أقرأ قصيدة نثر وأقف عند العلاقة بين المشبه والمشبه أو طرفي الاستعارة أو طرفي التشبيه، لا يمكن هذا إطلاقا. ولذلك وديها يعني طبعا في ناس كتبت في ما يميز قصيدة الناس حول التجاوز المجاوزة والقصدية والتكثيف إلى آخر. لذلك استراتيجية التعامل، استراتيجية القراءة في التعامل مع القصيدة القديمة هتوقفنا، ستقف بنا أمام هذه المشكلة، وأقف لأقول طب ما هذه العلاقة وما بين هذا وذاك، كيف الشقراء بوصفها. لا، القصيدة أنا لو مثلا أنا أقترح، لو حللت قصيدة المغوط بالسينيا أتتبع العلامة مثلا، وكتبت حول كل مفردة كتابة مستقصية لما تعكسه هذه العلامة، سأجد في النهاية من تراكب أو تركيب أو تراتب هذه الجمل المفسرة للعلامات تحليلا وافيا جدا لهذه القصيدة. أما إذا وقفت عند التراكيب سأجد نفسي، وهذا سبب رئيس في رفض قصيدة النثر في بعض الأوساط الثقافية. شكرا. شكرا، ولكن مع ملاحظة عزيزي، وهي أن هذه المجموعة للمغوط هي أول مجموعة مصنفة كقصيدة بالنثر، أنا هكذا أسميها. يعني لو عدت إلى مجموعات تالية فأنا أعود إلى النموذج الأول المقر في ذلك. هذا هو أول ملاحظة. الملاحظة الثانية وهي الأهم، وقلتها في أكثر من معرض في محاضرتي، أنا استعملت خصوصاً الأمثلة عند المغوط لكي أقول بأن عدة البلاغة لم تعد صالحة تماما لدرس هذه القصيدة. حين تحدثت أن صفة الشبه اختلت، لبل لو أردت أن أذهب أبعد كما ذهبت في عدد من بحوثي وكتبي لكنت تحدثت عن زوغان المعنى. القصيدة الحديثة سواء التفعيلية أو النثرية دخلت في ميدان زوغان المعنى،
العربية القديمة، الشعرية العربية القديمة كانت تقول بتمام المعنى وصحته. يعني تتذكرون أمثلة أبي تمام؟ لا أريد أن أستعيدها، أو نقد النقاد لبعض شعر المتنبي، كله كان يدور حول هذه النقطة بالذات. القصيدة الحديثة خاصة بعد الأربعينيات صعودا صوبنا دخلت إلى ما أسميه زوغان المعنى، وباتت الجمالية بمعان متعددة للجمالية ومنها السيميائية، باتت الافتتان، الافتتان بالشيء، الافتتان بالصورة، الافتتان بما ترسمه، الافتتان بالمناخ وليس بالمعنى المضبوط والدقيق، بات هو الغرض. كما تقف أمام لوحة حديثة اليوم، ماذا بماذا تختلف لوحة فان كوخ وهو مشهد طبيعي عن لوحة سابقيه؟ تختلف في ضربة اللون، تختلف في اللون، أصبح لون القمح عنده أصفر وليس بلون القمح الاعتيادي. كريستيان بعد الفاتحة. أولا شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الشيقة. أما بعد حلو يا أما بعد، حلو يا أما بعد. عند عبد الحميد الكاتب بين تلميذ الشديد. أنا أهتم بالعلاقة بين السينما والقصيدة، وأنا تحدثت عن قصائد لبتشكر السياب والمقبول، ولكن أنا أريد أن أشير إلى الأفلام بنفسها، وبشكل خاص الأفلام التجريبية أو الشعرية مثل ما نحن في كل حال في ألمانيا نسميها، ومن بينها أفلام لغسان صلحة التي تعتمد على الشعر وتمثيله وإخراجه بكيفية جديدة على حسب يعني ما أنا أفهم من هذه الأفلام. وكنت يعني أود أن أسألك إذا حسب رأيك هذا تطوع يعني أو هذا تكون جديد، هذا كيفية لبصرية الشعر الجديد، أم هذا الشيء مختلف يعني تماما من مما تحدثت عنه؟ شكرا. سؤالك يعني يستدعي كلاما كنت أحتاج أن أقوله أيضا، وهو ما بعد هذا الكلام. يعني الشعر العربي الحديث اليوم باتت الصورية فيه قوية للغاية، قوية للغاية وحاضرة للغاية. يعني فن اللوحة، فن الصورة الفوتوغرافية، هناك تجارب جميلة جدا أنجزها شعراء مع مصورين، أعمال قائمة بحد ذاتها. أحد الدارسين كتب كتابا، الدكتورة حورية الخمليشي من المغرب. وين صديقتنا فتيحة؟ زميلتك. نعم. عندها كتاب قرأته مؤخرا، صدر قبل سنتين، حول شعرية الانفتاح، تتحدث فيه عن الشعرية بين القصيدة وبين فنون أخرى. أدونيس في تجديداته الأخيرة بات يمارس فن الكولاج بدوره أيضا. هناك طبعا مجال السينما الشعرية، هذا باب واسع للغاية. أعرف أن له حضورا قويا في السينما الأوروبية تحديدا، وفي العالم العربي له بعض الحضور، لكنه يعني أذكر مخرجا تونسيا أرتاح جدا لأعماله، هو ناصر خمير، من تعرفونه، عنده طوق الحمامة لباليزور دو دزار وإلى آخره، بابا عزيز إلى آخره. في كل فن المزوقة يعني المينياتور نجده بوضوح كبير في أعماله. هذا باب واسع للغاية، ويحتاج أظن من الدارسين سواء في الشعريات أو في السرديات أو في الثقافيات بصورة عامة
يحتاج إلى كثير من الدرس، لأنه فعلا الدراسات في هذا المجال تكاد تكون قليلة حتى لا أقول معدومة. دكتورة فاتحة. بدوري أشكر الدكتور شبردان على هذه المحاضرة القيمة التي تثير شهية المستمع للدخول في حوار مع المحاضر الكريم. ليس لدي سؤال، وإنما أحاول وأنا أستمع إليك دكتور شربردار، كنت أربط بين هذه المحاضرة والنقاش الذي دار قبل قليل يعني في بخصوص كتاب المفكر الألماني هانس بلتينغ. وقبل قليل توقفنا عند اللقاء السعيد بين جنتين، جنة بغداد جنة الفكر، وفلورنس جنة الفن، وها نحن الآن أمام لقاء سعيد آخر بين شعريتين، الشعرية الغربية والشعرية العربية، لأنني وأنا أستمع إلى أو أقرأ يعني قصيدة بدر شاكر السياب مطر 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 سبب المطر، لا يمكنني بتاتا الا استحضر اليوت، لا يمكن الارض اليباب لإليوت، وبالتالي ف يعني هذه الجرأة في ابداع وخلق صور جديدة تخلخل يعني المألوف عند المستمع ما كان بالإمكان أن تكون لولا هذا التفاعل الخلاق بين شعريتين. وبالتالي أترك لكم المجال إذا شئتم لكي تفيدونا. أشكرك زميلتي العزيزة، وأذهب في اتجاه ما تقولين. الشعر العربي الحديث بعهوده وأساليبه المتعددة يفتقر إلى الكثير من الدرس، والسرد والدراسات السردية يحوز اليوم، وأنا أتحدث بين زملاء، يحوز اليوم على قسط هائل من الدراسات، وهو والرواية تستحق ذلك. أنا لا أنتقدها، لا أنتقد دراسات السرد بهذا المعنى، ولكن الجمالية، وكما تحدثت زميل العزيز، يعني آخر تعريف جميل عن الشعر هو ما قلته عن هيجل، يعني مجموع الفنون بما فيه المعمار عنده. طبعا اختلت الجمالية لأن الفنون اختلت والآداب اختلت منذ ذلك الوقت. القصيدة التي ذكرتي أنشودة المطر، عيناك غابتا نخيلا ساعة السحر، ماذا يرمي من وراء ذلك؟ أين هو المعنى المعقول البين في هذه السطر الثاني؟ وشرفتان راح ينأى عنهما القمر. شايفين الصورة؟ مش عم بيثبت المعنى، عم بيخليه يهرب إذا جاء يمتد بهذا المعنى. ويكمل على ذلك، وأنا توقفت أكثر من مرة عند هذه القصيدة المدهشة لكي أتحقق مما أسميته زوغان المعنى. زوغان المعنى قد يكون صفة سلبية لهذا الشعر، بينما المقصود أو البين في هذا الشعر هو جمالية أخرى. بات الشاعر مؤديا لها حين يقول المغوط أنا حذاء. تخيلوا المتنبي يقول أنا حذاء،
باطل الأباطيل، شايف؟ وهو الذي نظر الأعمى إلى أدبه. ها؟ ويمكن أن نذكر يعني القسم الأكبر من الشعر العربي القديم. هناك جمالية أخرى، جمالية قريبة ومتفاعلة مع كثير من الفنون البصرية منذ ذلك الوقت، وهذه النزعة الجمالية تزداد وتتعمق وتتنوع أيضا. لاحظوا ما يسمى في بعض النقد العربي قصيدة التفاصيل، وهو تعبير رائج في لبنان والقاهرة بشكل خاص. ماذا يعني؟ يعني بمعنى ما نقدا لقصيدة السياب. قصيدة السياب ذات المشهد العريض، ذات اللقطات المقربة إلى آخره، نشيد قصيدة التفاصيل، تفاصيل صغيرة يعتني الشاعر فيها. هناك مقترب آخر جمالي يتضح في هذه القصيدة. شكرا. السؤال الأخير. شكرا على المحاضرة القيمة. أريد أن أسأل سؤالا صغيرا، هل تجد علاقة؟ السؤال دائما كبير. ألاحظ الوصف عند المنفرد مثلا كان يستغرق أحيانا 6 صفحات، ما رأيك بمستقبل الوصف في الإنتاج الأدبي العربي بوجود بتطور تداول الصور والسينما؟ عزيزتي لا أعرف إن كنت اطلعت على أحد كتبي الأخيرة، وهو حول القصيدة المنثورة، الشعر المنثور، هذا الشعر المطوي المطمور في العالم العربي، مش هيك عزيزي محمود؟ أنا جعلت في هذا الكتاب من مصطفى المنفلوطي شاعرا من شعراء النثر في العالم العربي. هذا سليل الفقه المصري، مزبوط ولا لا دكتور سامي؟ يعني من أسرة يعني معروفة في اشتغالها الفقهي، ما كان يعرف لغة أجنبية أبدا، قام بكتابة روايتين نقلا عن روايتين فارسيتين، إذ كان يطلب من أحد أصدقائه على ما أظن أن يترجم له، وهو كان يصوغ ذلك. العناية الفنية التي هي أكثر من الوصف، رغم أنه هو يكرر التشابيه لكنه ينوع في صور التشابيه. يعني أنا بتذكر هيدي مقالته عن الشعر البيضاء، حين يصف يقف أمام المرآة في الصباح فيرى شعرة بيضاء، ويكتب يعني مقالة جميلة جدا من مقالاته. طبعا نحن الآن لا نستسيغ الإطناب في التشابيه التي يكررها، يعني كي يصف الشعر البيضاء يستعمل يعني كذا تشبيه في كذا سطر في كذا جملة لكي، ولكن حين نراقب الصور لأنها صور وليست تشبيهات، هي صور، نلاحظ تغير عينه التي يتذوق بها والتي يكتب بها. شكرا دكتور نادر. تفضلوا في ريسبشن. شكرا.